التعليم الجامعي مرهق للعقل والمال معاً، لكن ضريبة من يطلب العلا. لكن هناك بعض الطرق لتطوير كفاءاتك العلمية بأقل تكلفة ممكنة. محفظتي وجدت لتقدم حلولاً لتحدياتكم الاقتصادية. أولاً، ابحث عن الجامعة التي تتناسب بتخصصاتها مع مصروفك المتاح، فالخيارات باتت كثيرة للدراسة عن بعد بعد الجائحة. ثانياً، اطلب الاستشارة من إدارتك بالعمل، فقد تحصل على منحة ممولة إن وافق طموحك مع احتياجاتهم، وهذه النقطة مناسبة أكثر للراغبين بالتعليم العالي. ثالثاً، بادر بتأمين رسوم التسجيل أولاً وحاول تقسيط المبالغ بينك وبين الدائرة المالية. رابعاً، ابحث عن فرصة عمل إضافية داخل الجامعة، فغالباً تترك المهام المكتبية والإدارية للطلاب المتعاونين. خامساً، اسأل البنك إن كان يقدم قروضاً للطلبة، فغالباً ما تكون قروضاً ميسرة تراعي وضعك كطالب. ولا تنسى أن تشاركنا فرحة التخرج، فنحن بانتظارك.